بعد تحديث الواتساب الأخير صار في اختلافين. الاختلاف الأول هو أنك لو خرجت مرتين من أي جروب ما يقدر مدير الجروب يضيفك إلا بعد مرور 24 ساعة، يعني بعد مرور يوم كامل لو سجلت مرتين في نفس اليوم خروج. الميزة الثانية عندنا اللي هي شكل الإشعارات من خارج تطبيق الواتساب. خلينا نشوف الشرح مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي. بعد تحديث الواتساب اللي نزل الأخير صارت مشكلة جدا كبيرة، اللي هي لو خرجت من الجروب لأي سبب كان مدير الجروب ما حيقدر يضيفك مرة ثانية. الآن حنجربها مع بعض وحتشوف بعينك. الآن أنا بسجل خروج من هذا الجروب، حسوي exit group أو خروج من الجروب. طيب الآن نجرب نسوي خروج مرة ثانية من الجروب. طيب الآن سجلنا خروج بنجاح، خلينا نحاول الآن نضيف مرة ثانية. نضيف، هنا كتب لي لا يمكن إضافة المشارك، هنا كتب لي لا يمكن إضافة محمد لأنه غادر هذه المجموعة حديثا. تحاول مرة ثانية خلال 24 ساعة، يعني بعد 24 ساعة بعد مرور يوم كامل تقدر تضيفه بنجاح. تغير شكل الإشعارات اللي تجيك عن طريق الواتساب، يعني لو مثلا بهذا الشكل بيجيك اسم الشخص وبيجيك الرسالة، لكن الآن الإعدادات الجديدة في الواتساب لو دخلت على إعدادات الواتساب نفسها بعدها دخلت على خيار الإشعارات بعدها هتحصل عندك معاينة الرسالة. قفل هذا الخيار. الآن أنت وانت بالخارج للواتساب الآن لو سوينا رسالة مرة ثانية حتجيك بهذا الشكل، الاسم فقط والرسالة مخفية.